سقاك الغيث يا وادي الرمال، وصانتك الأسنة والعوالي، تذكرني مراء البحر ليلا بنور البدر من فوق الرمال، فتبعث في الفؤاد هوى دفينا فيلهي النفس عن مرأى الجمال. ما شاء الله. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله متابعينا، أهلا بكم. اسمحوا لي في بداية الفيديو أبدأ بكلمات أهديها للأخ علي والناس وريسوف البوادي. يا رايح وادي سوف بلغ ناسها سلامي، يا أهل الكرم والجود أول ما نبدأ كلامي، نبدأ بذكر الله والصلاة على النبي الهادي. يا أرض النخيل والخير رمالك تبر وذهب، هواك يشفي العليل ومن حسنك عقلي ذهب. رحلتنا لواد سوف كانت رحلة مميزة ومختلفة، قدرنا إن إحنا نجمع فيها مجموعة كبيرة من الفيديوهات، واللي إن شاء الله زي ما وعدناكم بنشوفها مع بعض. والنهاردة حلقة من سلسلة حلقات الفيديوهات اللي هنعرضها على حضراتكم. والجدير بالذكر ان ولاية واد سوف تعتبر الى حد كبير تشبه محافظة عندنا في مصر اسمها محافظة مطروح وواحد سيوة في امور كتير، هواها وارضها ومبانيها وناسها، امور كتير متشابهة. انا حسيت ان انا كأني في مطروح في براني. هنشوف الفيديو مع بعض ونبدأ من متحف صوف اللي قدامنا. زي ما حضراتكم شايفين ده الشارع الرئيسي في ولاية واد سوف، وقدام على اليمين متحف واد سوف، ده المتحف من الخارج. تعالوا نشوف عم علي او اخ علي زي ما يحب ان احنا نلقب مستقبلنا ازاي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وبشرات. تفضل يا. كيف الحال؟ ناخد جولة عندكم في المتحف وتكلمنا عنه، يعني تحكي لنا شوية عن المتحف عندكم. نعم. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا بالنسبة للمتحف هذا متحف جمعية ألف قبة للتراث والسياحة، وهذا المتحف سميناه متحف سوف. هيا نتجول فيه. إذن هذا المتحف راهو متحف يسموه العصر الجميل. نبدو باللوحات اللي عملناها، هذا وين عبارة على الزاوية من الزوايا، الزوايا ياسر، ولكن احنا مثلنا هذا عبارة على قالب للزوايا، زي مصلى. اي زي مصلى. هذا نبدو في هذا المتحف. ما شاء الله. هنا حاجات التقليدية. أيوة. التراث مدينة واد سوف. نبدو بالخريطة هذه لمدينة واد سوف. مدينة واد سوف هي الخريطة الأثرية للواد. الأثرية فيها المساجد والزوايا والأحياء العتيقة نتاع بكري، آثار مغمورة تحت الرمال، وموقع تاريخي وموقع طبيعي. إذن لما نعملوا فحص لمدينة الواد رايح نوجدوا فيها الأشياء هذه، هي الأدوات 1800 حتى من 1870، هذه مخطوطات يسموها محمد بن رقبة بالدواية والقلم نتاع القصبة. هذا وين؟ والصمغ خط اليد، بخط اليد. ده الزي التقليدي اللي واتسوف، هذا رمز للزي التقليدي. هذا الزي التقليدي، هذه الأدوات التقليدية لها زمن اللي بتستخدم، زمن يستخدم بها في العصور الماضية. لباس التقليدي هذا نتاع واتسوف، هذه يسموها وشي يسموها حولي العقلة، حولي العقلة. العقلة هذا يسموها معرقة، معرقة. هذه بالنسبة لنا قميص، هذه مظلة، هذه لحفة، هذه بالنسبة لنا للذهب أو الحلي اللي موجود عند المرأة الصوفية. بالنسبة للمنظر هذا، منظر هذا نقوله احنا 1980 كانت الحياة المعيشة نتاع واد سوف بالطريقة هذه. وين
احنا عندنا في مدينة الواد القبة والدمس. لا القبة. ها هي القبة. هاني القبة وهذيك الدمس. هذيك قبة وهذيك دمس. وهذيك الدمس. الدمس. ما من 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 المباني التراثية. من المباني اللي جاءت في الفتوحات الإسلامية. لأن والمباني بالطريقة دي أكيد لها فايدة وأكيد لها مميزات، لأن احنا في مدينة الواد درجة الحرارة راي شديدة جدا، صحيح. تصل إلى 52 درجة، صحيح. مئوية، والإنسان هو يتأقلم مع الجو والطبيعة، صحيح. حاول أن يستعمل هذه القبة، عدها فوائد جنب تبريد الجو، لتبريد الجو الحرارة. لأن الحرارة في فصل الصيف تنزل عمودية على سطح الأرض، صحيح. عمودية على سطح الأرض، لما تسقط في القبة تفتتها القبة، صحيح. والحرارة تعود رايحة على الجهة الأخرى، توجد في داخل الغرفة هذه وين باردة بالطريقة هذه. أما بالنسبة لفصل الشتاء تصبح هذه الغرفة حامية، علاش؟ لأن أشعة الشمس تمشي أفقية، تمام. لذلك أدي لك معلومة برضو، إحنا عندنا مدينة سياحية في مطروح دي قريب من حدود ليبيا، منطقة صحراوية، فعاملين مدينة سياحية هناك اسمها عندنا في مارينا، منطقة مارينا في الساحل الشمالي، مبنية كلها يعتبر بنظام القبب ده، لأن هناك درجة الحرارة برضو مرتفعة كطبيعة المناطق الصحراوية زي هنا. هذه القبة تكون فيها كام؟ 8 ثقب. هذه وين تدخل الهواء ولا تخرج الهواء؟ الأمطار ما تبقاش الفوق، ذلك نعرف بها الوقت. الوقت مثلا الشمس جت من جهة هذه تعود إضاءة مثلا، إضاءة هاني وين؟ في الصباح مثلا، لو اتجاه الشمس، أيوه. بعد ساعتين تروح للثقب الثاني، الشمس هذه وين؟ والدور حتى تروح للخلف هكذا. بعد ذلك نقولوا أيا لمدوا الأطراف نتاعكم، اليوم عدى، اليوم عدى. هذه بالنسبة لنا الصانع هذا وين؟ نسموه مشي الرخ، اسماعيل الرخ. اسماعيل الرخ هو اللي خدم هذه الاشياء، اللي خدم الاشياء هذه، ولا يسموها جاجا. جاجا جاجا اللي هو صاحب فكره الأبواب والبناء على الطريقه. حتى لما نروحوا للجزائر العاصمه، الجامع الكبير، الجامع الكبير ها وينه؟ بالقبب، اي هان الجامع نتاع الجزائر، والبريد المركزي بالقبب برضه، بالبريد المركزي بالقبب. طيب ندخل في مكان ثاني نشوف. ايوه، لوحه تعبر على حيوانات الواد، حيوانات الواد. هذه شهادات تقدير، وشهادات التقدير دي محلية كلها من الداخل ولا في شهادات؟ كلها شهادات، لا خارجية ومحلية. وكلها لجمعية ألف قبة للتراث والسياحة. نحاولوا نتكلموا احنا على المتحف نتاعنا، رايح عملناها لوحات باش الزائر يعرف الاشياء اللي موجوده في مدينه الواد. مطربين شعبيين يحاولوا باش نمثلوا حتى احنا، لان الانسان بالتاريخ نتاعه، لكل إنسان تاريخ وثقافة نتاعه. إذا هذم الثلاثة نقولوا الركائز نتاع مدينة الواد، هذا محمد محبوب وعبد الله مناع، هذا مشاهير واد صوف، مشاهير واد صوف، وهم أعمدة في الغناء الشعبي. رباني ترابك يا صوف، يا أرض الوالدة الحبيبة. متابعينا في كل مكان، وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. ما تنسوش رأيكم في التعليقات واللايك والشير والاشتراك في القناة،
وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.